بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فدق وكياف ريتبنات كم إذا قضية الحكم على الناس كفرا وإسلاما ونوم الصمر عد الري تحذير الفقهاء من تفريط السفاة في مسألة الأسماء والأحكام. ما توحين موضوعنا كسب سنة هي مسألة دار الكفر ودار الإسلام، دار الكفر ودار الإسلام بكساب سنية مسألة دا مركة ومسألة بلارن أتكد أركسان تيهين مباحث تدي مسائل كيدا يتفاريع ذي دا، لكن واحد يقخو سيية ومسألة دا تحول دار الإسلام إلى دار الكفر. إن دار هران إسلام بلد إسلام هان شري وسوب بدلو أما سرقو دار كفر أما بلاد كفر، يعني فقاد مسلمين توحي هو شاكا قباني في لهذه قضية داسان ما انتكو يعني عشر كساب سيئة هاي مركة كوبات وحلينا هاي بنا آدم كو وانا خير بدنيا وانا شر بدنيا هاي بلاد دا يدورالكو يعرلائيقنا أستاقو حكم كيسي قاتان ووصامي إياه بلد كي يدورالكو يأراضيذ وحيكو حكمين كل بعيد دا كتالي سيد دكن بيكو حكمين هاي منافقين دكن هي ودار المنافقين طيب فسق دغن داي ودار الفاسقين سأريكم دار الفاسقين هذي قال دغن هنا ودار كفر هذي مسلمين دغن هنا كتريان ودار اسلام صدرت شغل الاسلام حول هذا احوال البلاد كاحوال العباد بلاد يدعلك حكم كودو وسدا بنا ادم كحكم كيسو كلي فيكون الرجل تارة مسلما وتارة كافرة وتارة مؤمنة وتارة منافقة وتارة برا تقية وتارة فاسقة وتارة فاجرا شقية وهكذا المساكن بحسب سكانها سيداسو الشيخ يده هذا ورالكو يمالها لدقين هنا وحيكو حكم تاكل بدك الدقين تاسوا إن لأقادوه باب كان مركة نمرين مركة هذا العلوم الصريحة عد حكم كعد بالربا إن لتحقلي ولقاته لقانا اللاحظو ورك متشابهة أما أن عضي وهذه قور هذا الكفافاسا أي محكمة مت كان عضينا ومتشابه أمام مجمل وكله أصل كحلو عيني وهذا الكعادة شنك عالم كأولي هي بالو نقوني لكن نك حنون سنة الرقبة أصوح أركيا كلي حنون كيسي وحي أمرك أنفعاي وفيرنيا ووحو آذي متشابهات كي مجملات كأيو آذي وحونا كتغهيا ودوينك عضاي هذا الكي صافنابو كتغيا صادرت الشيخ الإسلام حول هذا ولكن من في قلبه مرض يأخذ من كل كلام ما يناسب مرضه روح لكن شرنبور قلبه كحنون هذا الوالبون عالم أوليه حقق قاتاب الوحي أسأل حنون كيسا الله شقيني صادرت دوارة خوارجتا قليها انجفاد أنه نقانه غلادة علمات هذا الكوذنين والباء وحكتشي ذنيا انت أسأل مركا أوليه كتاقريس هذا الكعداء يدوينينا ويكعرريا قضية المركة أن أسوى قذبنا مسألة قضية دار الكفر ودار الإسلام وحان لنا هاي محان نقا خسي وموضوع أكيني ضدكي لو حكومي إسلامي كفري أيام مركة قاركوت وحان كو قصبنا إن دارتو أن مركة أن حكم كذي سين دارتو حكم كذا سين مركة مسألة كوبادة مهمة إن أرضي وقلبي وكوهي أما مسلم كبو أقادو تبعية الدار وفي غاية الضعف الضعف عند الفقهاء أما تبعية الدار وأضعف الدلائل عند فقهاء الإسلام إجماعا اسكو قاعد هو شايدا مسألة إجماعات كحانوس وتركيزنا إنا وإنه كوبنتاي خلاف كم منتشر كا ملا إجماع يحبناها صالقة قبس دسات وقعد تفاصيل شو كوضم بيسو تبعية الدار يعني بلد كي الدار الروح إلا الراعيه أول يلا حكم كدار توقادنا يا إسلامي ما يقال نما با وأدليلك أو ضعيف سن ابن آدم لغو حكمه أنت أدليلك له ليسه أدروح أكح كنت إسلامي أو أكح كنت أما أو أكح كنت قال نمو لما عسكر الله اللي حن ما هي دار تحكم كذا بلد كحكم سل آدم ماي أنت أدليلك ليسه دليلك له أو قصية روح حكم كيس إسلاما أو كفرا مركز صادرت تبعية الداري دارت إن للراع حكمها لغو راع كفرا أو إسلام لغو راع وأضعف الدلائل بيجمع الفقهاء تايس كو هذا صادرت نيك قال لما لغو أركو في بلاد الإسلام بلاد الحرامين لغو أركو وكافر
ninkii islaanimo muujista iyo wanaag diineed lagu arko tal abiib iyo meelaha ugu gaalsan adduunka waxaan leenahay waa muslim faman atar alkufra fi ayi baladin fahuwa kaafirun wakadalika man atar alislaam fa muslimun fi ayi balad saa darteed tabiciyatu daari macno ma laha ilaa fi mowducin waaxid waan gaadhi doonaa insha allahu tacaala masalada marka waa in la iska ogaado masalada labaad ee ii raacda waxaa weeye maxay tahay faa'iidan igaga xiran inaan ogaano daarta xukumkeeda gaalnimo iyo islaannimo هل فإذا بس أنا جحر فقاد وواحد يعني هالشيء هذا وحي تايكلية روح مجهول الحال كا وإذا ده قال كذا مجهول العين أي ده هذا مجهول العين أي ده هذا أحد كاس حكم كيسان كقاضينا كلية ومجهول العين بيد هذا مجهول الحال لو ولا يد هذا بلد إسلام بوحان كوارن روح أنت كركو جوئي هاي ما دي حيس لما هاي ولا جرم واي وكميت كل لغيه iyo jirki kale waa dhameystiraya madaxiisana lama hayo matalan balad islaam buu joogaa ruux kaloo garta waa la waayay aabbayaashii isirkiisii iyo nasabkiisii waa la garan waayay meeluu ka soo jeeda waa la garan waayay maxaan markaa odhanaynaa maadaama baladka uu yaallo yahay balad islaam qofkaani waa muslimi ha lagu tukado ha la maydho ha la dhaqo ha la kafno maqaabirta muslimiintana lagu xabaalo maqaabirta muslimiintana ha la geeyo كذلك بلد قال بانو كارغني روح يا لون لغراني ميلو كسو جيدو مخات اللوم هاي قالم اسلام كيسا وحب بينو كان لما هاي امارات لما هاي شعائر لما هاي مخات لما هاي اصل اي فرع من لو غران ماي دارتان راعيني نمرك ايضا وميش اوغو صادرت يدوذاك يحيى بن حمزة العلوي المؤيد المؤيد بالله ورنجرين أفر تطوبق لأفرتني سقالك بقر وذات زيدي وذات شيع وزيدي وحوية معتدلة فكرة الاعتدال من وزير نكو كقاتوي نكو كقاتب بقول سنة أوضح يسجلوا تقريبا وحيد مركو كتاب كيسي التحقيق التحقيق في مسائل التكفير والتفسير كتاب كيسا كتاب غاضو قيمة اللهم جلدوك ضابع يوي وبحثي وكوتشي رمك هتكبت باد مسائل كاعتزالك وكه الله يأكبت باد وقونوا لي هذا كتاب كفي عن مجر ومسائل لقى قول انت هذا عنه هاي النه كتب هذا النسوق قاري يقول لك إسلام كشكت أي قرين أي مطبوع هذا كتاب كفي عن ما أرك أخرية كتاب كاس طلبضة دراسية سبعان وأخرية التقرير بو هامر مالي والتحقيق لأدلة الإكفار والتفسيق ساسو مقعي سواء كتابك التقرير والتحقيق لأدلة الإكفار والتفسيق مركا ولا مجلد وانا هي أنك وبان وان عاريان دسوع لي لكن حرط وحمسوا عليان بالله وحور وذات كاس كتابك مركو كهلاي الفائدة الفائدة انت وقفت مكي الفائدة بمعرفة دار الكفر هو الحكم على مجهول العين بالأحكام الكفرية نحو تحريم المناكحة والموارثة والذبيحة والدفن في مقابر المسلم وغير ذلك من الأحكام الكفرية ودار كيسان فإذا كجرت إن الحكومة دارة قال لما الله حكومة أما إسلام الله حكومة وقال الدوناي وحاوي كلي ننك مجهول العين كأه إن لسي أحكام الكفر ما دام ودحي الله ودحك دار كفري والفائدة بمعرفة دار الإسلام هو الحكم على من جهل حاله بالأحكام الإسلامية عكس هذه من تحليل المناكحة والموارثة والذبيحة وغيرها مما يعد من حكم الإسلام وشرطه إذا تصنع وذكرت دارت إن دار الإسلام لا يدهدنا وكذا لقال إفائده تحوي روح أن لقرين حال كسي حوم كيس إن الراعي حكم كدارت تنكلو كحر الماء جرته فأقوى الأمارات في حق من جهل حاله فلم يتميز من كفر ولا إسلام هو حصوله في الدار وصار من يحصل في دار الإسلام أو في دار الكفر له حالتان وهذا الكيس قفك لقى جاهل نقضي حكم كيس أو لقران واي سمد الله النقضي وكان سمد الله النقاني قفك أسقى إن قال لمن الله حكم إسلام لمن الله حكم ماشى الله عسكنه ودارته ودارته صدرت أحد كي لغو أركي دار الكفر أو دار الإسلام لغو أركي حال كسوة الله متكمدة حكو قبا قبينو يهي معلوم الحال الحالة الأولى أن يكون في نفسه معلوما حكمه متميزا أمره فلا يحكم في حقه بحكم الدار روحي والله أقول كسوة عادي هاي قال لهم كعادي هاي أما إسلامي كعادي الدار لما بانو كدبو الشيقي صدق أو قفك كعادانا يحكم كيسو صدح شيء بكعادان كراب صدح شيء مدكو بات العلم بإيمانه أو كفره روح إيمانك سبا لا يقانا أما قال لي سبا لا يقانا مد اللبات
أمارات يسمى الإسلام بقى كم موضة مدة صدحات وحال يقان إسلام آبائي وكفرهم أبيه أوجي إذا تكود أسرة إسلامي نقص جدا لا يقانا وإن كان هو ما قان لكن أبيه مسلم بوها أوجي أوهيب البالورنجري أيدينا مسلمات بأي أحد هو يدينا إسلام حجام له ذراع عن جدا أحد لكن أوصل قرن ماي نكاس مدارتان راعينا مثل تركيب على راعي مركز وكالي نفهم ده مرة أصلا لما يقان ثم طلعوه لكن حال يقانا قيس كسر شو إن مسلمي أسرديس عائليس خاص كلا يقنا عائلة خاص كين للراعي يين دارتن جود للراعي كردو كيسو كي علم فرادكو حديث جتنوحا لسكوفو عياه الأقرب والأقرب نفس القضية وي نفس القضية كدب وحيري فإذا عدمت هذه الأمور الثلاث كلها وجب القضاء له بحكم الدار لأنها هي الأغلب في حقه انت مرك اللوايو أي دارت الله راعيني فإذا ورت انت سألق لي دار الإسلام دار الكفر وحكا قحرون وكلم مجره ما كاتربت قفك إن هذا حكومته أما إسلام ما أتيسه أما أتيسه قال لهم وحاقم كاقحر مركو النقضو صمت لاوي ملكا يلقي هذا مركاسي مجره سابقنا وامحاي مركو صمت لاوي النقضو وحي أهيد إن ليدا دار الراعيو ثم الله أمركم نقض وحيد إلا إذا هل الرعي أصل كبعيد كه لأن الأصل في البشرية والإسلام لأن الأصل في البشرية والإسلام دارتنا واتنا مركا لبضى الدليل بكل الرعين لها فقد وحيد وحل الرعين إياه دارتا لماذا؟ لأنها الغالب والأقرب أصل كواصل بعيدة الأصل في البشرية والإسلام وهر القسو التقيده نبي النحو قال لصدر الأمن كان كفره هو من سعودي مرك أصل كواب بعيدة نينك الدار للرعية اللي وايو وأسك حالك سلوغان وايو وأسري قويس للرعية اللي وايو وصمد يا أمارة اللي وايو صمد لا ونقضة أيا وحلوقو أسطين هيا أصل كفك لكن دار تهدي اللي هلو دات اللي الرعين هيا ومشي من حزم أورنجري داتكو وحلوقو حنبارة يعني المسلمين إلى وقفر قدو سقناضو عوجي دا أصل كبعيد كوامرك الدار إي وحك استلوغا تا إسكو قادة مسألة الله بقى صدح هذا إيه رعده وحوي وحلقة يا بقى ما ملقي يتلس كدول كتلينه مسلم يا هاي دتك الدجنة إيجاليه مدحوينه إيه حكومة دت كتلين ليس بلد كأني مسلمتها حلقة يا بقى بلشدة الدجنة إيجالتها كان نجاشي وأمثالي صدام ما الحبش النجاشي اللي وكتلنا بلشدوا معي هاي مجتمع معوها مجتمع كافره مدحوين هنا مسلم بوه وحيس كجحر المدحوين قالوا بي يبلش قالوا ذا ما يجرت وحبس كم حدنا نول بحوم كسو قضانة ولا تزر وزيرة وزرة أخرى وحلا غيا بحاكم كونه كافر نقض نينك ماشى كتلة إنه قالوا به الدين ككبحه بلش ذي الرعية دون أي مسلمة حلا غيا به كلمة مأمون العباسي لعنه الله حلق السلفك مأمون العباسي ابن هارون الرشيد واتقرن إيسان وقالوا بحل قيسي سلف كنوا حكومة أحمد باك من الرقى حكومة لكن بلشدي سلف كحي حكومة إيهين مسلمين حاكم كبا قالوا بكرة بلشدنا مسلمين بين نغن كرتا وبالجملة كفر الراعي لا يستلزم كفر الرعية قال إنو قالوا مضح ويتلسكو قالوا بكمال لازمه إن بلشدوا أي قالتها إن مدحوينه مسلمين كما دلاته إن برشدوا أي مسلمين إن والبحو قادنية حكم كيسو قادنية إسلام كحكو سنانية بمناطه كذلك كفر بمناطه بكو سنانية مرك إسكجرة قاعدة دي أصل كي بدعيقها هاي لهايين بيهسية يا أخ نسيم الخوارج إذا كفر الراعي كفرت الرعية يا أصل كي لهاينا أها أنت أنا قو أنت جنهم أنت كلو بلاد كفر أيها أسكال كهانا إسكيل علي أنت أنا قو تشوجن مويه ماشى معسكر كهانا قصلي جانا دار هجران قردو كله سيدكم أنا دارو دا بالله دا دقمة دا أنت أنا قو دار الهجرة ولا بحيل أصل كهانا أيها إسكيل قوله أصل كي إباضي ذا إسكجر هذا الشيء هذا وحيد بلاد كله بلاد إسلام إلا موضع سلطاني ومعسكري
ويان وي عكسين وحيدا بلاد الاسلام بلاد الاسلام انت اوفر يا ملحوينه هي تلسكي سمويه يقول لك انت وحيدا بلاد كفر استيد هاوس استيد هاوس متغنى انت وحيدا دار كفر انت كان دار الاسلام خوارجنا وي عكسين وحيدا هذين انت انا قلت لهم انت كان بلاد كفر عقيدة أهل السنة والجماعة يا فقهاء المسلمين يا أهل البدع بطن كودر دوام حي ضدك المسلمين تميلوا يجون حتى عن اسخلاف سنان وديارو إسلام موي إلا ميل لقوعوا هذا إن قالوا أي سيد رئيسي إسلام كيرن جو يسموي مسألة مركز إسكو قاد مسألة أفراد إير على وحوي وحمرس سعداء تحول كي وحي إسكو وافقين طوائف تهدى دونك تشوغا يا إسهاية إسلام كشيغان وحسكو وافقين ديارتن يبلادن هذا كنتن يدور كا يا نصب شيغة إسلام كا أنا أصل كي دور أهانجرتي ديار إسلام بالفتح الإسلامي ديارتن كنتن يدور كا وابان كبن يدون كنتن مكتلين جرية لك هذا انت أنقصوا عليه إسلام كشيغة أصل كي دور وحي أهيد بيلين إسلام باي أهيد وديار إسلام باي أهيد وحينا كو إسلام تاي فرشد المسلمين تاي فرتي الصحابة فرتين تابعين فرتين مسلمين كوها الجميل إجعان إسلام صوغ الشبي ديار إسلام كن نقطتي أنت ويسكوا فقسين كل جود لكن وحيسكوا ما نعرفين حكم كورة إسلام كوا إسكب بده شيء وحين نقطتي ديار كفر وردة يا ما يولي حكم كي بيتاج هل كي بيتاج أنت أنت صادر الله يسكوا هيا هنا دفانتين بنو مليني صادرت أيا إسكدا ودادك الوهابية دحذيذا كبار أئمتهم بأسكو خلاف هذا عصر ينن بلاد لغو حكومة القوانين الوضعية لغو دساتيت لغو حكومة مدار كفر بام سوى دار إسلام بالس أيا إسكو خلاف الوهابية هذا عصر ينن وليد شحان إبراهيم شحان إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ أيا سؤال لو ويديي فتاودي سمجلد كلحات بقول سديتني سديت سؤال شال الله بركيدو يا هاي كون أفر بقول كنتري كو وحال لي يدي كون أفر بقول كنتري كو وسؤال شال الله بركيدو مجلد كون اللحات ويا الله مكتودة كفيري كون مجلد اللحات بقول سديتني سديت وحال لي يدي هل تجب الهجرة من بلاد المسلمين التي يحكم فيها بالقانون سؤال شال الله ودي مواجب إن لقى هجرة لقى قحو لقى عرره dalalka muslimiintu ay degan yihiin laakiin lagu xukumo qawaaniinta iyo dastuurta wadciga wuxuu ku jawaabay sheekh al balad allati yuhkam fiha bil qanun laysat balad islam bilada lagu xukumo qanuunka wadciga balad islam ma aha tajib al hijrat minha wa kadhalika idha dhaharat al wathaniyyah min ghayri nakir wala ghayrat fatajib al hijrat fal kufru bi fushuw al kufri wa dhuhurihi hadhihi balad kufr أما إذا كان قد يحكم فيها قد يحكم فيها بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر فهي بلد إسلام وحروف وذاتك واتفان دين بيلتا وحوله إن لقيت جرداء واجبة وحاكى الله ميدو ديار كفر النقون إيسا هذه الشرك يقول نقضى فاشي أون لإنكرين أون لبدلين أي نوع إن لقيت جرداء بلد كفر كن نقضى بفشو الكفر وظهوري قال لي إن يبهدو يبلارتو حقا إن يبنان كتيمادو ويحكروا لنا كغير نقطه مركا بلد وكفر بين نقونيس لكن بلد كسوق بلد إسلام هذا إذا تقاركي أي حكم كقانون كمرداء أما إذا بدرد مرسمية أما قولي طوائف الرداء ما لكونوا ليهين أما مرتدين ما لكونوا أما علمانيين كل حنوا ليهين مركا أيضا وحاوي حلوة بلاد الإسلام إذن محمد يقص وحاوي بلاد اللغو حكم القوانين الوضعية وحور إنا إن إبراهيم إن عبد اللطيف إن عبد الرحمن وحوله بلاد كفر وأذكرتين بيلت ابن عثيمين أزوج حوله بلاد كفر لما أورنكر إلا إذا هو مسألة خطيرة مسألة خطيرة إذن كأكل حكومة اللي بدأ وذكية تجار إنسان تأيده ابن عثيمين كتاب تعليق يسوي كله الكافي الكافي في فقه أحمد بن حنبل ابن قدامة يتعلق كله تعليق قاسو حكويري مركو ابن قدام هذا القيمة بدنا ولا يرى بأنه تعليقي حلو إمام كوحو شيء هذا الكيس وهذا الصحيح حبر لكن ما هي دار الإسلام ودار الكفر ما هي دار الإسلام ودار الكفر محمد إبراهيم مناطق كدولة وان قاعد دونا مناطق سو كدولة وكحكم الديار تديار كفر ومناطق يؤبدين أهل العلم وآه
دارته وحي دار كفر كل نقطة بجريان أحكام الكفر عليها أحكام الكفر إنه يقدر الرسطة ومسلمين تلم مريو اللغم مامولو أي دار كفر كل نقطة ومناتك كدولة ومناتك أقلب الفقان أي قبر وذات كان لكن أصغو ابن عثيمين مناتك لو كدولة يا وآه دارته وحي دار كفر كل نقطة ما دار إسلام كل نقطة إلا قوايو شعائرتي يا مظاهرتي إسلامك عيد يا جمع جمعوين كي جماعات كي شعار كي إسلام مرض وكم بغض آذان كي صلاته قبله حجابنا قرآن كلا برنها إذا هو دار إسلام لأنه حكد لي مظاهرته لأنه حكد لي جريان أحكام الكفر على الدار لبضع مناط بك لدولي مرك إلا هو خطيري وفاسد ابن عثيمين وكدك دقي وعنعو حنو ملايين ينو سنكفر سن لكن دم لا هذا الكزاين كنت الأخرية ولكن هي ما دار ما هي دار الإسلام ودار الكفر فهل إذا كانت هذه البلدة شعائر الإسلام فيها ظاهرة من أذان وصلاة جماعة وجمعة وجمعة وصيام وأعياد وكل شعائر الإسلام فيها ظاهرة لكن حكامها يحكمون بالقانون عمدا وقصدا فهل نقول هذه بلاد إسلام أو بلاد كفر شعائرتي مظاهرتي كلام موقتة لكن حكامتك كتالية وما يكون مامولان بالقانون لا بكتاب الله محط طلب ولي بعك عمدا وقصدا ما ها تأولا ما هو قصدي كسب أقوم مامولية شغو حول نقول هي بلاد إسلام يعني تيمين هي بلاد إسلام لأن المظهر فيها مظهر إسلام مقال كي يجي الككور من كلا غفيري وأكل الطواف وأكل الحجين هي آذان كباب بحاي ولا سوم هي ولا صلاة هي نكاح با شرع على الإسلام خذت كل قمة هرسن هي وكاسة وش أي وقت وإذا قصر الحكام أو اعتدوا فإن ذلك لا ينقلها إلى دار الكفر حول هذه لكن حكامته أيوة قابيان وأيوة إقالوبان وإبلا يكون دعان دارتي دار الكفر نقوم ميس يعني حاكم كدو قالوا إيه إذا كفر الرعي كفرة الرعية وصح لورن ما هي هو توا كل صحية لكن وحال قوة يستا بلادي وحال قوة طبقة هي الحكم السائد سلطة إيسيادة يصرين تيا أسكالي كفر قانون با أسكالي كتاب الله هو الله حور لتور مركز هذا الكلوان هذا الكيسور إنه بري الله جاي وقال له حلو وأما ما هيمن عليه الكفرة وأما ما هيمن عليه الكفرة فهي دار كفر لكن بلد كإسلامي قال قب الصدى هذا كون بويا هيستاني ديار القانون تلقون ما مولي ها يا هيست كفرة هيست تصب وأما ما هيمن عليه الكفرة هذا كفرة سين تصبك وضع بركة يدا فهي دار كفر وإن كان يوجد فيها من يحكم بالإسلام فهذا هو تعريف دار الإسلام فدار الإسلام ما ظهر فيه فيها شعائر الإسلام وكانوا أهلها مسلمين بقطع النظر عن الحكام والحكام لهم شأنهم وبه نعرف خطأ من يقولون في بلاد المسلمين التي يحكم فيها التي يحكم فيها حكامها بالقانون إنها بلاد كفر فهذه مسألة خطيرة وذلك ابن عثيمين سيدا يا يدي حكام البلاد يكون حكمان قانونك وبلاد كفر يا سيدي شيخ الإسلام في عصره شيخ الإسلام في عصره وأعلم النجديين في عصره نل عقيدة وكاقوم بدنا مرنوين لابن باز ولا ابن عثيمين كل قوده وكما نج في عن ياه لأنه حوها من الطراز آخر رجل من الطراز الأول الوهابي وها يحكدن بيي وحيبا أقول له أنت صوق علي نيك أقول له نوا من باز رحمة الله تعالى عليه تعليقات ابن عثيمين على الكافي من قدام مجلد كشانات كفيري هذا الكاسر ينسو قوريل لو بقول سقاشين يتطب هذا وحيقه خسية بحثي كادون أما إبراهيم تاغير أما عثيمين تاغير إذن كيدين تهلا وحان ربا خطورة المسألة خطرت المسألة ولا هاي أثر القوانين الوضعية على الديار الإسلامية خطرت أيالتي وحاسكو خلافي أئمة هذا العصر إن نجدين تي وهابي ذا كل التقريب مركن صوت قاب إنه علة الحكم بإسلام الدار دور قول بلو عليا كذلك علة الحكم بكفر الدار وحلو عليا تضط لح علو
لحقا لح لحمنات با وكالا بطا ايدو اروريو نيوحو علمو وحي فيريان سلطة حاكمة بلد كيا كتالي ايقايا بلد كدوغال كتاليو او بغول كيبا ساقاشن يساقال ان دادكو كنو لأي مسلمين وحولي هاي وابلادو كفرين وحولي اجيدا صورة صورة كلا فهم هل كان مكاد مريسان الحكم على دار حكما وصورة ويكالي دوان تاي صورة حكما وحلق وثوان دوان تاي نينو حوكي ايغا هيا بلد كمكا لوناي دار كفر اما لوناي دار اسلام وحان ايغا ينا كل با اوو دا كتاليسا نكا وركي سوا عاديا وركي سوا عاديا محايا لي نبي محمد عليه الصلاة والسلام ما كمركو جوغي كفار وقوشن كتل ليسن دارتو محايا هي دار كفر بإجماع العلماء بإجماع العلماء يا يعني نكون نول أفضل خلق الله مدين النبي عليه الصلاة والسلام أسا كتلين لي يا يعني نتوغي منافقين يهود وليب حيوك بدن محايا هي دارو إسلام ما كون النبي يكون والله وحين نقول دارو كفر خيبر قال كل جد باكون نوريد وحين هي دارو إسلام لماذا وحين راع سنين دولة الإسلام كي مدينة كتلين سبا حكوميس كانت تلنيس وليك دون الله صدر هي عامك دون الله صدر هي وحي السماية والحكومة هي لكن بلشيدة كنو هذا وحي ريق يبري يفدك إيو وادو القرى يهود بقى يعني قال لكن ما دام السلطة دا يأود كتلس أي مسلم أهيت بلدك هو بلده إسلام وركاين الفانتين بيلتا ننوح إيقيا مركو لي دارت ودار كفر أما ودار إسلام حيقي إلى الأمن والخوف وحولي بلد والبوي مسلمين تنبات كتشوغا ايغون امان ايو دران يقاد ايو وكا واسد ايو ضمين ايو كفيل منا نبهرين بلا خفير ولا اجير بلد والبوي مسلمين تاي كتشوغان مغنقر يلعان اي كتشوغان اي حرية كتشوغان وبرد اسلام بوله ميل والبوي مسلمين تاي عبس كنو ليهين اما مغن اي كيهين اما اي حيوغو ضمان ضمين واسدو باهي وبلدو كفر بورني حيوغايا نادو الى الامن والخوف دار الامن ودار الاسلام دار الخوفنا ودار كفر بورني نين كورن محو فيري سلطة اذا كتن ليس علماء صدحات باتر وحيدا جان بين علتين نما صدحات باتر وحيدا والله بدا حل دارتو حكم كذا وحلقات انا وصف مركب من جزئين او سلطة الحاكمة مع الأمن أو الخوف سلطة كت أود كتنا ضي قالت هاي مسلمين تونا يسون كنا بتجلينين ها ودار كفر هذا دار توح كتر أي مسلمين مسلمين تونا أمانة يكون هستان ها ودار إسلام لا بد يبقى جمعنا يا السلطة الحاكمة مع الأمن أو الخوف بس كده ريا لا بد أما كله لو دار كفر لا بد ودار إسلام عفوا هذه لواينا ودار كفر بورنيا قل يا افراد باكره وروح حاصل لكم اجر اود كتلسان لا فيرن هاي ام بدري امن لايغي ما هي لبدا ان لا اسكو قبان ما هي اي بلد كدك دغان بدن كيسا لا فيرنيا الوصف الديني للسكان بالا فيرنيا دك ماشي دغان دين تود ما هي تاي ما هو بدن الى غلبه الوصف الديني بلد وحا كون نول مسلمين بقول كي بسديتنا هي بقول كي بلواتن كريستنا دارتو ودار اسلام بيلي وحي دون كتليو هدي لا دون موبايلها لا قاطو هدي دون حيد ما هذا كوفيد لا دغت امن يوسن كتشرين وحا كتلي قال ها نوقدين مسلمين سو كنا بتجلين مربى هدي من بلشدو ماشي اوبن اي تاي مسلمين هي ودار اسلام سيدي توبيو كالي حبشه يا اوبن بقول كيبا تطواتن قال نوغل لكن دبت واسديتن يا دور وليبا وحي كيهن مجرو نبان قالنا هيستا دور بقول سنة إذن وحو إيغيا الوصف الديني الغالب للسكان بو إيغيا وحي كوردن موسكا طورية هو شافعي ذا أبدا كتب الشافعية كوار كيسا شافعي أم كيسا كوار كيسا هو شافعي ذا مجرد عفوا قليها مقد مربى يدين شيء افر قليها الشناد
وحيلي وحاس أنا أكون مشغول منه يا أبداً إيجي منه سلطان إيجي منه وحن إيجينا ظهور الشعائر الإسلامية بس أهو شو كدولي ابن عثيمين شعائر الإسلام موقتا مسمى موقتا واكم سيد بقى عمرا محانا قمقا هو شو كله في الإياه زبايدة رقوليها قوليها سكراتك ظهور شعائر الديني بس إيجا هيا وحك الله يفيرن هيا لما أرك قوليها تطبع اللي حاب وقوليها جمعية السلطة الحاكمة إيو الوصف الديني الوصف الديني الغالب للسكان بإسراعين أيان ماشي عدة كتر دي مسلمين هين بلشدة ماشي كنا والله وبدن ياهي دين تدو وبدن تاي إسلام وبلاد إسلام هذيك اللي ودارو كفر بيتانيين لحدة منات بالغو ورورين كرا نوال بماشي عسكة مركو دارتو حكومة هايو دارو إسلام أو دارو كفر تاوانا تساو وقاتان مركو ودادوه اسم خلاف سنة اسكو ميل بيو سعودان نوال بو سيدا يري لحدة وداد أما لحدة منات يعلومة قابقة وتحليلية نوال بدارتو حكومة دارو إسلام أو دارو كفر هذي دار تهران دار إسلام هيد كذبنا كفر وطارئي هاي وحيقول أي حكومة إن دار كفر أنت حكومان وحيوجي ذان ودار حكم صورة ودار حكم صورة ودار كفر عفوا ودار كفر صورة لا دار كفر حقيقة حال قوضة دار تمك الكور لغفر حق أمن الدر هذا يعد قتل سوى دار كفر لكن ميت كمال وأركه ilmi ku dhashay meel laga soo qaaday manbuud la qida la tuuro gowr caadadka hilbaha meesha yaala aqdiga iyo qaraanka iyo waxa la guntay waxa laga soo qaadaya waa muslimiin kawaan ka tagtad maadaama ay meesha muslimiin u badan yihiin ilmihi laga helo waa muslim baan leeyahay meel loo garanaynin gowrici salaad wax kale dad masad bad soo gali aaminta lugu wad kaga xiran halku taalama waa daru kufr bimaana أما خوف على غفيري وصورة أما صدق على جاي أما ملك على هولي وصورة لا حقيقة دار تدا أن كنا الله كله أصل كده دار الإسلام بيها المسلمين بقتني حياة أنت ورقة كنا ميبو إسكاها حوار نقطة أي شوكان كدبنا هوستا بمباسي يمحوها إلى زنجباري إلى موسى بيك ومزمبيك هذا اللي يلاهو إمارة الإسلام بقتني جرتي ولي قدام بيس موسى بيك نلو رجع كتلين جريو البانيان دول عثمانية طابعوها وحاس وردن تنزانيا دول كانوا وردن مسلمين با كتلين جري كفرقو إيا تليس وطاربا يهيد كون سيديات بقول سيديتان يدوركي جرمال كي برتقيس كي يمد با يا فرقين لغو سمي كدي من الدركان لغا توري فقادو وحيس كوا فقسيهم بلد كان هذا أجوكتان المها لغا هيلين لا أقون أب يا أبان لو أقون وحال لغا سوقاضا إنو يهي مسلم أما ما شو دم بيسي كان ما شو دم بيسها الله يهلو أما ما شو رسال الله يهلو حلا حلا قصو قضية كوكوية برتن كذي كسي برتن كذا الله يهلو حلا اعتبارنا يا مسلم لماذا لاحتمال أنه من ماء مسلم لاحتمال لأن الإسلام يثبت بالاحتمال والاحتياط دار تأصل كي يضمحوها دار الإسلام بوها كفر واطاري إني كورك دار الإسلام ومسألة بحث كجرة ولحق ولا كجرته مسلمين مويشو ويشوغان ما ورد ما قاري دونا ديار تأقالو قبصدين أندلسي شام حباشي أو كهلي هدي هل روح مسلم يكونوا لي هاي لقيت كالاقه لي منبوت كوا مسلم بوله هل روح إنكو عدقا إذن مسلمين ما أنت بقول كيف الله وطني كاكين يمغيكي يقاست أنت قال إنه يقولي هين، بقول كي باللواتن يصدح بيشوق قلاه، مسوي كل هذا، بقول كي بصدن، أغلبية هذا فر بدن، مركز ساعة إنه هو كلا قاد، وهل كأوك يعني، ودار كفر صورة ساس اللوجي ده، صورة حكم جود بثين مو يلاكم مرق ميس، برشة ما كان أطي ما عدو، وعيان تجدد كذا حكومة يسني ولا حكومة حكومي، وحكم مغضة، مجول الحالكم وحال الراعين يا. أصل كهرة للراعينية يبلش هذا غالب كذا للراعينية لو فيرن ما ينكا استد هاوس كفرية قال كله يجيب ماي قضية ده مركب هنا ده فهمت أقواش مسلمة كوجريبان كو إيجيا بحثها وحكام فعيا مركب قليها كوها بلاد وبلاد كفر ورا ده دون هالنقط كل جين
كنتن يا أفرت الدولة الشيء يقول هن غدين ديار وكفر هن غدين وحم عنا وكحر المجر معي يلي ضدكم حين مجسنايا إسلام بين مجسنايا روح معلوم الحالة أو إسلام مجسنايا أما قال لهم دار أما قال لهم مجسنا دار لما راعي بإجماع المسلمين ومن خالف فهو كافر بعد قيام الحجة عليه إسكو هذا هو شيء ذا هذه الروح إسلام كي سموه قد دال راعين أيوه نبي محمد يسحب ساق قال نقول لها حلي كي تشوقين ما كا يكون ولايه هذه أحد معلوم الحالة دار الراعين أيوه يهودي مدينة كنا وبحنا نقول لها أيوه مسلمين صحابة حبشة تشوقين وحنا نقول ضدك حبشة كنا وردنا وحنا نقول لها أيوه مسلمين بنقول لهم حكت لنا هي من مسلمة لكن إن يرى صحابة المسلمين بأي هاي برشيد بطن كيدنا قال يا هاي ما كيس حاولوا كسوة تجينا برشيد بقول كي بقول قال يا هاي بوحان قال يعني يرو دور إنه نجاشي كاك دو حكتي سايس يعني بلاد الله مرة عيو روح لا يقانو حال كيسا أما أستنسو أي موقته روح مجول عينكم بالله راعية مجول عينكم وراعية ما كي دارتو أصل كيدي أي إسلام هاي كدما لغن نقاشا يوم ما أوريك تيدارو كفر وحال الراعين يا أصل كبالو علنية يا أفراد المسلمين تمشوا كتشوك احتياطا تامرك وين اسكو غان اقواش مرك كتشرا إيه تحول تحول كان يان ربائنا دول مرو ولح قول لح قول وي قولك كوبد وحولي هي دار اسلام نكون جير اهان جيرتي ومسلمين كتلين جيرين هداي قالا قبسطو صدح شرط ما كان لا هرون بي دار كفر نكون كرتا وراي الحنفي كو وإن الإسلام كو أن لغو حكمين وإسلام إسلام كو حكم كيسو كرد ما هذا لابو وإن روح مسلم وسن كنا بدقينا أمان وسن كو هيسانين صدح وإن بلاد كفر كو حيران طيب برطمان دا كو تال صدح داشر دي مكان ليهرون بين نغان كرتا دار كفر سيدا سيدا بلد بلد إسلام هان شري ووريقي ما هاي سنة بدل ما هاي دار كفر إلا بشروط ثلاثة شديق كوبات وين حكم كي إسلام كأوكا كل يدو كإدلاده كرم ماهدو أو إسلام كوكا واحد تلا ماشى أوسن كلها روح مسلمنا أوسن أمان ينبت قل أوسن كوها يسنين دارتنا أي متصلة هي بديار الحرب أي وضمك قال كل جيه لا بد شديق كره هرادي لو أيه أي دارتو أي إسلام كسوي حكتو أي بلاد مسلمين أي كلها ليسوا وحن لنا هاي وري لمهلين شرط التحول إلى دارك من لمهلين حنفية أش أو شهادة وتك تكسدي قصي مشغول معي كنا يندرين سيم برا أيه وحيلي محك الدولين وحيلي قاعدة ليين أو اللي إذا هذا قاعدة وحيدة هذا ما إذا بقي من آثار الأصل شيء بقي حكمه شيء أصل كآثار وحدة كذا بيان حنق سباق ونقوني ينقونية أما إلا ذي آثار تدوح كهرو حنق لباقي ونقوني وقاعدة إليه بقاء الحكم ببقاء أثر الأصل بيد هذا حكم باقي ونقوني يا إسلام ك هدي وحن أمان مسلم وهلا يا أما دارت أي متصلة بالدار الإسلام أي تاي قاعدة أدوها الله موي رأيك إسكو هذا صدرت هذا بلاد هذا اللي قشة وبلاد الإسلام هدي على رأي الحنفية اللي قمي زم بلد نقول يدار كفر مشروا مشروا وين المسلمين قتلين وواحد مسلم وانت إسلام الحكم إسلام لجوا أحكام إسلام ما كسرت بلاد الكفر رم بكسرت وما كويرت حان أصعدة الأحوال الشخصية أحكام الطلاق يميراث كالنكاح يحسابها صدم بالنص عدا وحكوا النص عدا الحكم بالصلح وهو سيد الأحكام وحتى كينيا كالصعودة وضاد قار كل الزينية شهادة اللغوسية إذا المسلمين تم يرى بضن بأمان كوهيستان اللي الدين حنا أيوه كانوا الديمقراطية اللي هذا يا وحيد ترى أنه فرقشان من الديماء حسابك كلام سياسة النظام كنا داعي نقول بنا بول كدوني يصوم عدو كوني هقلو دنك أمرك أمان بالله قال حق تعبد كي يهولها سمنا سكتي على اتحال بيت القصيد كوحاوي على رأي الحنفية بلد ما أنت نقول إياه وأسر كيسو دار الإسلام أها وما أنت نقول إياه دار كفر مجرى أنا كتاقو كسي داهي ما هي مركي كهل لها ديارتي أي تطارق وقبصدين
حلي نور زي بلاد إسلام أي قالك عندك شو حلي بلاد الأندلس هي بلاد حلي تتارك قرنك أفراد هجرة هي قرنك تضب اللحات هي شنادي هي حلي السليبين تو شام يمادين نيك لورنجر اس بيجاب وحوله به الدين حنفقها اذا تقرر ان بقاء شيء من اثار العله يبقي الحكم وقد حكمنا بلا خلاف بان هذه الديار قبل استيلاء التتاري عليها كانت من ديار الاسلام وانه بعد الاستيلاء عليها بقيت شعائر الاسلام كالاذان والجمع والجماعات وغيرها فتبقى دار الاسلام اثارت ولي باقيا حكم كوري اصل كا مع باقي كا شعائرتي وحباقي كا مسلم كوفيد وانا ماشي تشوغا وحباقي كا ولي ان لقى ادامه وحباقي كا ولي هوين كا يا دحالك يا طلاق يا ولها ان اسلام يقول مهري انت باقي تاي دارت وامحي ودار اسلام لبقاء اثر الاصلي يا اصل كوري او الاصل بقاء ما كان على ما كان قول كصدحات قول كالبعض عفوا وحورنا يا بلد كإسلام كا وحوسو بدل يا بلد كفري قورما مركي أحكام الكفر قبسطه ويعان نقطه ويومد كسيد عليسه ويوى سيطريا تسير دار كفر بظهور أحكام الكفر عليها على سبيل الاشتهار والغلبة وسيطرتهم لا بمجرد ظهور أحكام الكفر ولو بإذن من المسلمين ورأي أبو يوسف القاضي إيوه وداديه كراعي أبو يوسف القاضي أسوي حولي هاي دارتي إسلام أهانجر توحي سبدا دار كفر قورما مرها قال قبصت لوك اللور تي أي قال حكم كي قال أي كفر ليسو أي أمر يأوذو استعماشو مسلمين تونا يعال ويا أنا يعس كي هذا رأي واجد أبو حاقاتي نقولون محمد صديق حسن خان باقاتي إنجلوز كمركو هندية قبصت اللور يعني وذا دا كده قال لهم جري شاه الدين عز الدين كل يوم ترى يقولي يدخل ويسكو قيس آية نعم بعد تعلمه استقال له ويدي يقولي هندية من بلاد كفر بامس ودار إسلام حنفية فود إسقليس أسوي حب فطوري فتويس كو قرن هذا القيام بدون دير أنت المسلمين تو إسكع عبين ولا يد تعلمه يعني وإن قلا دارت نقول ماشي بالدارو كفر أصل كورات جرة مسلمين تقولي واد تعلمه وادي دينه يعني مركز دارت حلو ودارو إسلام هندية سدا سويد رأي غازنا وحاقبة أبو يوسف القاضي أبو يوسف القاضي ورأي قاطي ورأي قاطي محمد إبراهيم وحكام الكفر هذول اللي قد ريري ومسلمين تلا مري أيقون أي تبرؤوا يا إسكجع عليان وحيسب بدل ليس دار كفر صورة لا حقيقة هو شاس ولي جنتك وصبح قولك صدحات حورنا يا سوى البيت قالوا بلاد الإسلام أقب صدان وغانا التليان واحد دونانا كالسميان يسوب بدالي ما يسؤون وريق ميس دار كفر إلا انت ايك شعائر الإسلام كم موقته وقول المالكية ها قب صدان ها سيطريين واحد دونان ها سميان ولي انت شعائر الإسلام اي باقي تاي دارتوا ودار الإسلام والرأي وقب صدي المعثمات وقول المالكية نصوص المالكية وحاكمي ذا إن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة الشعائر عنها وأما ما دامت شعائر الإسلام أو غالبها قائمة بها فلا تصير دار حرب أركازنات فانتين بيلتها لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب بأخذ الكفار لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة بها ورأي واجدا بوقات وذات كشابودنا الرملي الشافعي مركز النصارى الأندلس أي قبصدين قبل كالأنجر أراغون لو أرنجر بي قبصدين سؤال بلويتي قول لي قبل كي نصارى قبصتي ألفونس يعيدا كسيبا لو ريقي طور ماها إنه مهجرون ما تكتقنا لا تجب الهجرة على هؤلاء المسلمين من وطنهم لقدرة على إظهار دينهم به ولأنه عليه الصلاة والسلام بعث عثمان يوم الحديبية إلى مكة على إظهار دينه بها بل لا تجوز الهجرة عنه لأنه يرجى بإقامة به إسلام غيرهم ولأنه دار إسلام فلو هاجروا منها صار دار حرب فتاوى الرملي مجلد كالأفراد كنت نلوات كفين ماذا كان السقع قالوا لولك ها قبسطه وها سيطر انت شعائر الإسلام ولي باقي تهاي لحكم مهايو إن لولك قالوا بي إيوحلو الدين يحكم كوري إسلام لماذا
ورأيي أبو بكر الإسماعيل أوتيري أصحاب الحديث إلى أهل السنة والجماعة أوتيري كتاب كيسي هذا كورن بدات كأخري أن كنا قدير يجري ورأي الشافعية رأي الشافعية وهي ما رأي أصحاب الحديث وأهل الفقه أو جمهور معها أبو بكر الإسماعيل وحوري في اعتقاد أئمة الحديث صفحة تطباتين لحوات قرن إسانة ويرون الدار دار الإسلام لا دار الكفر كما رأته المعتزلة ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين معسو داري الأمن والشعائر والشعائر إلا مركب كده وحول أهل الحديث وحقيقة بلد كنوا بلد إسلامية هاي دار كفر مسنقونين انت شعائرتنا أي كم وقته مسلمينتنا أي آمن كوهن بلد كأسقع ما دام النداء بالصلاة والإقامة ظاهرين وأهلها ممكنين منها آمنين آمنين قول كان الدليل سيد الحديث كان رسبا كميدود قرن إيسان أدو أد ورأي الشافعي الرأي كان بدن كي وأن هاي طائفة من أهل الفقر لكن لو ما تيرين كرو جمهور أهل الحديث لو ما تيرين كرو حنابلة بن وخي لابسن مالكية بكتكتي حنفية مال مرتي وحاوي أصحاب الحديث باب الديدن بهو شاهد بدن المهم وحاس هما إسبد شما إسبدليني وحلقها الله أيوه وإطلاق اسمه على سنية بلد كأسقا مركع عمليا لوي ما دي برشدة كنول نول بوح كم بضل لوح حكومة بالإجماع كم جول الحال كنا وحال الرعينة يا برشدة بضن كيد ماشى كنول على رأينا هذي برشدة جوكت مسلم وكتشرو مسلم كأصل الرعين روح أسقا احتياطا لأن الإسلام يثبت بالاحتمال والكفر لا يثبت بالاحتمال ولا بالاحتيال قول كان طان قبس إنه داري ديارتي وقولك صدح هذا ديارته ما أنت دونك كنت على كنت على دور كإسلام كشكت كل جذح نغنيا دار الإسلام نغنيا معايا لي شعائرته وصعوتها على أي حال قول كان طان قبس إنه بلد نغني دار كفرين متشر قول كافراد وحبلي أسوق جبي أهم ب وطن إسلام هانجلي ولي ما قالوا باي البلاد لا ترتد وإنما يرتد العباد بتالين قول كان بلاد ما برد دودا مر إسلام ما حكمها ولي قد وإسلام محا كحر عن شيخه مركز الولاية بلد كي برشده كجوكتا الله فيرنها يا أيضا حكم كلاسينها يا وح سلطة حاكمين قالوا إيه بلد كل حكم كفر كي برشده ما سامعين ويا محاي فايدة كانتي وحاي كانتي هدي اللي قولي هذا دارت ودار كفر لكن بلش صورة لكن بلشده وحال إيجي إنه والبحر موجسنا إيوه مجول الحال كنا غلبة على الراعين أما احتياط بالله حكومي معناه كجر وحاول دارته إلا هالجم ولا الجهاده أو سيطرة الإسلام اللي جسوا عليه أو حاكم كان ماشي على طرة واجب أوي مثل وين أذفانتان ما صورة بلاش ما وحاكو حيران وبلد إسلام أنا قال هين نبى أفضوب تي وين لقى صورة عشو وين جهاد لقين جيمه وبعد كله سعلي ومعناه هالكاسة مثل زي ما ريس أذوب بلشدي شعب كان دباتو جيسين وحوم كده أصل كود دينية نين كان مراقصة طلعة كل سكة قاطعي إيه بلد كنا آفي ها وين لقدر حيور لو كان نجا إسكالوي ولي وارد الإسلام ملكي جيسين مجلي كرو هذا ترى ذو لو كوه حرة عي حقيقة بقول رعي سلطة وأخرى بلد إسلام بها معنا ذو ما حي دارت واجب يجا إسكالو لو كوي وين قاطين وين ملكيين دعوة موين يجهاد كغزو جهاد طلبي جهام موين يكفرض كفاية ما هول كان نمط اللوي فرض عين كور دعوي هوش أنا كان فانتان بعض الربا مثلا لو بحث جازا كتشرة قليها أورنا يا مركا قليها أورنا يا سيد دارت مبهر الدودة مرضى الإسلام هانجرتي وشافعي بدن كيت وأكثر الشافعي المتأخرين وحيد هذين ما حكم بأنه دار إسلام لا يصير بعد ذلك دار كفر مطلق مربها دي مر الحكومي إنه دار إسلام بها ولي ما قالوا بها معيك وضعن ولي ملكي إنه كتشرا نمبا وغاسب وبوبا وإن لقى صو وإن لقى صور دوي وقيل الدعي وإن لقى صور دو إيه من ملكين هاي نينك دعي ويا ما كتلي ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلم كطرسوس وقدم بي قبسدين طرسوس ما شاد دنيا هاي روش كو دغاي سوري سوما قرنيزا وي وكان صار وقبصدي
لا تصير دار حرب. بحث قاس مرك نهايه المحتاج كي إيو. تحفه المحتاج كي مغنقه بجر على المنهج منهج كل كفيري وبحثي وحي وتاني حديثي ضعيف كا ودانا تحسين الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. هل كاس التاريخ بلد كان اسلام الله حكمها حكم كيس الله ما قاضي كور قال لي ما كسيد علينا كظلمري مجرتين ولي ومسلم هلا صور دعيه ايضا سيدا تاي ويسا يرادين دارت مردو دايدا نوحي ليه دارت مردو حان كوادنا بلشدا حكم كما سامينو دولكونا ملكي قال ما قال ايو وحان كلون كوادنا وين دارت الله صور دعيه صار دارت وذلك عبد الله بن عبد الباري الشافعي يمني قاها واجي مدينة عدن أي إنجليز كوقف الصديق واجي سومالي لوسو السعودي أي بحث كقرا وش أيضا كتاب كس الصيف البتار على ما يوالي الكفار سبحانه أفراد وحجري وإذا كانت دار إسلام عظم بك الله يا يذمار إيه كان على أهل الإسلام فرضا وحقا استنقاذها من أيدي الكفرة هذا دار سما هانجرتي إن لا صور دعيه ولا سعري واجب وي المهم خطورة إلى إذا يتحول كدارت وحكورك تدارو الإسلام إلى كفر بأورك تيسكوك هذا قل يا أن أوين فقه كجر يما أخذ كجر أيا وحسكورنا يا دارتي وحي أثبت شيء دارو كفر معنى وام حي دارو كفر حقيقة بين نقطة كوضع هذا يعني ملكي إنه واكب حيو أنا قم بلين بأيها أسكالي لغم أقب سنكرو ها كان أيستين لقد يسوى حق وشرعي جهاد كفرض عين ماها دعوية صلحي هولها لقد ضيو فرض كفاية هولها سوى خطروي قول قاطان قبس النمركة حشابعية ورك دارتم مربع دي إسلام وراهيت ما بقى له ذبا أيوه هذا وحق قالوا هيا با أبا دارو كفر ما بترتبا قول كشرات وحورنا يا دارتو دارو إسلام هذا مربع هاي دارو كفر أسبب دلي ميسو إلى دارو كفر أسبب دلي حكما حكما أسبب دلي ميسو حقيقة ما يوجد إلا لقوا روح مسلمة أنت روح مسلمة يكون له دار تنقون ما يسوى دار كفر حقيقة هذا النقطة دي لدون دار كفر صورة صورة أبو الحسن ما وردي بكاه الله يوشع مكو دار كفر كاه الله دار إسلام كاه الله يا وحولي وأما دار الشرك فعلى ثلاثة أضرب هدي وحلا تفصيل لي أما لا هاي لك لا صار شافعينك وقف في عن ويحليسي أفر بقول كنت جد ودنت وصاحبه صاحب وجن سيد الراجحة نادو قيم بدون ويقاد فقيه سياسي محنقة كتاب كسحاوة كتاب لمن الشافعية ملها رقه ورمك الله وضع الله وقال لحسته جوين نيوم بحستي أصحاب تيسا جوين حقوق سكتين وتكفير يبا كتاب كيس قياسي قياس الأمم ها في الديات الظلم وحول وابنن وابنن فرسيس مجوسي بما وردي ما يقال سياسة قوانين الفرع فراعين والمجوس والأكاسر والليل وقصتين وتكفيرية وحاصلنا حسد وي كتاب كما وردي النهاية سقرب اسم قارة اسم مها وفيقار جوين كتاب سفيقار ويفرقوري بالنسبة للحاو اسكوا قادة وحبادة يا نسيحة قد بني ما وردي بان كتعي جويني لأنه أسوه كعقيدة فيعنا ما وردي بان كعقيدة فيعنا أو دام أسرق جويني يا أحبك من أشاعر عشان توركا رئيس الحاد ويدي أور أشاعر اسكي لا شيخ محمود يا شيخ محمود والله كف طبعي أحبك من جيران ما تشيب كيس وحس ده كتاب كيس قرقر قرواي كتاب أحكام سلطانية وحتى أنتو كمان وقادة بيع على كمان وسوق وسوق ورسدي مر كتاب في عنوي دار الشرك صدح بين نقطتاب مد كوبات ما كان من بلادهم التي فيها ليس فيها مسلم التي ليس فيها مسلم فاذا التقط المنبوذ منها جرى عليه حكم الشرك اعتبارا بحكم الدار ديار الشرك بقى الله يا بلد ايغو اي لهايين او يدقنايين وح مسلم وسن كن نولين روحي المهم يرى ما لقى قاده ما لقى توري محل الحكومه هي انه كافر هي اعتبارا بحكم الدار قيب طلبات بوري ما كان من بلاد الشرك فيها مسلمون ولو واحدا لقيت هذا وبلاد كفر مسلمين باكو دح نول حلنا الله كدغي كبلاد الروم بلاد الروم وبلاد الشام ايوه شام قيب كم هي تركيا قوي كتركيا اللي بيزنطيين تواجه رجوك جرين فاذا تقد المنبوذ فيها ففيها وجان بوري ففيه وجهاني
بلد ay gaalada ganyihiin muslimiina ay ku nool yihiin hal muslim baa allah ka dhige baa ilmo meel lagu tuuro la helay laba wajh baan ka qabnaa dan shaafiiyana wajh koobaad annahu mushrikun fi dhahr baad ku balad gaalo ayaga iska leh aslan wa faraa muslimiintu ganacsi kooyto ku yimaadana ee safar ama hal muslim baa ku nool wajhka wuxuu leeyahay kaasi waa ilmaha si waa kaafir i'tibaran bi hukm ad-dar wajhka labaad wuxuu ruu waa qawl abi ali ibn abi hurayra saahib al-wajh وهو الظاهر من كلام الشافعي أنه يكون مسلما في الظاهر تغليبا لحكم الإسلام. نينك مسلم كايوتشو أنطاكيا سو مدعكر تأينو إلماها نسوي ليه ومسلم. وبلد بقول مليون وقال لك إنه تمن روح المسلمين أيتشوغان إلماها وحال الصينية تمن كان مسلمين تالا الصينية تغليبا لحكم الإسلام ولأن الأسف في البشرية الإسلام وكل مولود يولد على الفطرة. ورك شافع ورسالان ما أقول دك دقينا وحيقو خسي هدا والضرب الثالث قيب صدحات ما كان من بلاد الإسلام وضع الإسلام بأهانجر التي غلب عليها المشركون قال قبصتي حتى صارت دار شرك حلق سيادة وروك ويقب سيادة قالوا ويستين وحولي كتار سوسة وشام سوريا كتالة وأنطاكيا وحي كتالة تركيا وما جرى مجرى ذلك من الثغور والمملوكة يفرمها إنك قبسدين على المسلمين فإذا التقط المنبوذ فيها نظر ولا في رنية فإن كان فيها أحد المسلمين ولو واحدا جرى على الملقوط فيها حكم الإسلام بلد كأصل كيس إسلام هنجري قالوا ما قبسدين قف مسلم دو كنو ليا إلمها لقاها ولا معدى لقاها سوقاته مسلم وي وإن لم يكن فيها أحد من المسلمين أجري عليه حكم الشرك في الظاهر لبعد المسلمين عنها وامتناع حكمهم فيها الحاوي الكبير مجلة كسديادات أفرطني صدح كفيرية يا بحر المذهب مجلد التطبات صدح بالقنطني السقال أشرح له كبير رافعي مجلد كالطبنات شنبق اللواتني السقال قول كهدان قبسنه قول كهدان قبسنه بلد نغني مهد بلاد كفر حكما أو حقيقة متجر أو أصل الإسلام بلد مسلمان قال الله إنهات قول كي يقدم بيه وأنك أقبح هايو أقواشا وقول كورن شري بلد كهدو بلد إسلام أهان شري قالنا أي قبسن مسلمين ولي أي تشوغان لديه ما يوادار كفن لورن ماي وادار إسلام لورن ماي ولا جا عاموسي قف والبا كن ولا وحكم ولا ولق ماي وحلو يقنا تبعيد حكم الدار أخذا من تركيب الأوصاف وادار مركبة ليلا ذا حنفية وركب باللابي نيلو رجع أبو إسحاق ما يحب باللابي أبو منصور وذلك أشعري جاية أبو منصور عبد القاهر البغدادي كتاب كسا أسود الدين بكوشيغي الأسماء وصفات بقش واجد دنبانا أبو إسحاق السفارة البخاري الحنفي قرن عشان هذا أصون الكتاب كسي تمهيد الدلائل في بين التوحيد بأصنا كش شيء ابن تيمية واجد دنبا أصون كش شيء قاعدة ماردين بقش شيء وده معاصين هذا مرحلة وحيد مودان والرأي ولي من ابن تيمية لا انفرادي لقمة هرين حنابلة كنا نقد الشيخ ويدلقمة هرين با حتى ابن مفلح وارضي سفينا ومحق الحنابلة يقنا الشيخ كنا نقديه وحيقاتينه واللغه الرئيس متمنى ما بلابين وقول معروفة وكتبته كقرن وحنفية تقريريان أي مضوض قيبة كميدة الشافعين أبي كهالليم وي وذات كان أبو منصور البغدادي صاحب وجه إنه يهيب على الحجية هذا كان الفرق السودين كاسكالي الفرق بين الفرق اسكالي امتحان كا يا في الشافعية أساس على الشيء دارت أمرك ماردين تركيا كنت علي هذا تركيا كنت الله وهذا كان مؤتمر كوكب سنة وذاته فقهاء المصلح والانبطاح اسمه قرن نزال ابن بي عيدا كيسي ابن بي عيدا كيسي كوكب سنة ماردين وحن نرأينا تراث كشاو سلام تمية فتوى دي سيبان نرأينا فتوى ما بلقوه الرئيه مجموع الفتاوى مجلد كلابة نسيديات بشوخه شاكاها اللي يسديه التوان بو كشيه وحوليه مركزوه دارتم ما دام عيدا كتوغي قاليه أود كتن عيقالات هاي مسلمين بدن نتشوغار مالا مسلمين تو أي حوكو ليه دارت على رمي ودار ركن لديه مايو وانا دار الاسلام رمي ودار مركبه من وصفين وصف الاسلام هو لغه هله وصف الكفر هو لغه هله مركه لا يرجع احد مع الاخر قواعد الفقهاء حيكيني سترجيح اصل الاسلام مربا دي اي مسلمين تو ماشي جوغان قال يكون له منك كلا اسن حكمين اونول بهوش وبوبسن هيو وصل شوق كهله وحي ان لا رجعه على اصول الفقهاء بدن كود الا رجعه اسلامك أولي ودارو إسلامي لكن والرأي شيخ لغوه الرئي وسنكلكو أهين وانا تيلو رنجي تبعيد الأحكام بواقع الله يقانا قاعدة مالكي كهالله تبعيد الأحكام
أما الفرع المتردد بين أصلين ليده كم بوك قضنا يا شبك أنا شبك بوك قضنا يا حكم رحلا سيا واتينا بقسم عليه الصلاة والسلام مركو حكومي سعد وقاص عطبة ويل كيسي عطبة إسلام تكزن يستي عبد بن زمعة إسكو قبصدين حكومتين سعد عبد بن زمعة النبي حكم تمي ويل كيبو فيري وحول ويل كان ولا لك عطبة يقلا در دارم وحول أنا دلعي أدون تنا كزن يستي ويل كوا ويل كي هذا سعد وما كتكتو ويل كسوي بدبادي عبد بن حول النبي الله ويل كان ولا لك أدون تي أباه بعد شيء وريدي دي سوري دي بعد شيء بقولش أباه بقول شيء نين كان وركي سنة كم تشرو نبي ويل كيبو فيري ويل كوابا صورة طبق الأصلي وفكود فتكود بأورجنالة أو عطبة إمنا أبو وقاص زانيجي زانيجي يوبيق يماش الولد الفراش بالأسوأ المهم مرك النبي حول الولد الفراش والعاهر الحجر فهو لك يا عبد من الزمع ويل كوا ولالك سودو ولالك يدبن غنى صوما واحتجي منه يا سودو نبي صلى الله عليه وسلم سودوي ولالك حق النصبك هي حق دخلك لكن ولك ما في المحرميه والخلوه نبي محمد قيبي حكم كي بو قيبي وخوذي بو قيبي دن وا ولك حق دخلك هي حق نسك ولك وي ما دام هو يجي هي نينك مدح كوسنانا هي ولك ما حق خلوه يا محرميه تبعيد الاحكام بالله لو يقانا هنا الفانتين بيلتا اصول بي مثل شيخ مشو مر اصول بي لكن وحن كجعيون يجاهدوا حكم كان وحن غلبينا اسلامك اذا ديارتن ونصب شنو اسلامك ودار اسلام مركه او يرتاي دار اسلام وي حكما هذه قوانين لو حكمنا ودار كفر صوره سوف فاهم ديارتن مركه او ليدته ودار اسلام حكما ضدك لو لو حكم ودار اسلام منبوط كذا لقيت كذا مجول حال كذا ماشي الله مري وامحي ذبائح ديده مناكح ديده وحا ودار الاسلام حكما هذي قال كتلين يا قوانين وحالنا ودار كفر صورة وح مركا يكو تريس ونين كذا كوها يا دارت ودار كفر هذا ذكر الله وقال وحقا مجر الاسلام وان كاهين خوارج خوارج وعن كاهين دارت ودار كفر ودار اسلام هانجرت دارت واسلام بهانجرت كفار باقى بصدي وداروا كل واحد كنا عدنا وكفر ها هذا من هتو كذا أيق قط الله وحق بما بجرون كائن بعض الخوارج وأصل كذا تقرني سان بس لا داسان ربي مرك إن الأد لو جبر روجو هذا لكم واسك بقبل طبيعي تدارنا وحدين سوشينا تاي أضعف الدلائل لما عسكان كرو دار روح لما راعين كرو صمد له أما هؤلاء كم وقته إسلام ما أما قال ما أما أصل كلو الراعي له لي كرو دارته وحال الرعية كلية مجهول الحال صمد لاوي مجهول العين صمد لاوي صدرت بين سلفكو يفوق هذا الراعين ديارتي قالوا أي قبصدين مسلمين تكونوا ولا أمتشوا يغي وحي راعين جرين إنه المحكم مضي حكم جرين كيلا قران واينا أما أصل كبيو عرين جرين دارتنا إسلام أهيد أما مسلم كيار يكون حمين الله بضع مصدح دي راعين جرين بضن قد سيداسة أهيد هذه دارته مركبة نقطة سيدي شاوش نمي تيمون مراكلي مسلمين تنو أي آن لحكمين ولا ولا تشوغا نقول بحافظ سكتاليا سيدي واحد حدا كان على حمر صمك انا زاكي دغالي سكي قيس البين بكو ابسدي ابقى لكم بكو ابسدي مرسلين بكو عباد هبل قلت بكو عباد اي قولي كلام معي هاي يا كو كلا جراي وانا دغه مقان يو غيب كو عباد المهم والله كلا خربدي والله كلا خربدي نين الحكومه ما جرو شيخ مرق وحوني والبوح كم وقضى لغو حكومية دات لديه ماي ودر أبقى لورن ماي ودر هبرق لديه ماي إيشك ودر مرسال الله بحول الرية ودر مركبة من أوصاف ثلاث تصالح قوة ذا في رأس كمك عزيز لكن هذا حكومة دار ما قرروا مرق الشيخ وصور رأي سوا صح لكن اتفاق وما إجمعه دار لما راعين كرونين معلوم الحالة دار روح دار احد كنا راعينا واضعف الدلائل مركي الدليل كان لا واي يا لو علي قبا انت اصلا قلبت اورن لها بريبا ان شاء الله تعالى وحيد من قبل قبينا يا كلمه ده والله سبحانه وتعالى اعلم.